رح نحكي عن During Concentration Mechanism. هالصورة بتوضح كيف في عنا تو نفرونز، واحد تحت تأثير High ADH لما يكون الـ ADH تقريبا أعلى ما يمكن، وهون إذا اعتبرنا إنه ما في ADH أبدا. فشو اللي بنشوفه؟ يعني بنشوفه إنه بوجود الـ ADH الـ Concentration of Urine بيكون عالي كتير، بيكون حوالي 1200، ممكن حتى يوصل لأكتر، ممكن يوصل لـ 400. أما بحال عدم وجود الـ ADH فبيكون قليل جدا الأوزمولاريتي، حتى أقل من الأوزمولاريتي للفلد اللي هي 300، بيوصل للـ 50، بيوصل للـ 20 أحيانا. شو السبب بهالشي؟ يعني ليش الـ ADH عملت هيك؟ غير أنه شغلة هو بيعمل more water retention، بس في له أثر تاني للـ ADH وهو على اليوريا سايكل. هلأ رح نجي لهي التفاصيل، شو هي اليوريا سايكل، شو هو الـ Counter Current Multiplier System، شو هو الـ Counter Current Exchanger System. هاي التفاصيل كلها يلي بتخلينا نعرف شو السبب لأنه بيكون أحيانا عندنا اليورين very much concentrated وأحيانا بيكون very much diluted. ويلي بنلاحظه إنه الأوزمولاريتي كل ما نتجه باتجاه المدلة سواء بوجود الـ ADH أو بعدم وجوده بتزيد، يعني بنوصل هون 1200 600، بينما كل ما اتجهنا باتجاه الكورتكس فالأوزمولاريتي بتصير قريبة للأوزمولاريتي بالدم. فvertically بنشوف إنه الأوزمولاريتي بتزيد، أما horizontally بنلاحظ إنه نفس الشيء، هون كله الأوزمولاريتي 600، هون كله الأوزمولاريتي 400. شو السبب بهالشيء؟ هلا بنشوف السبب لكل هاي الأشياء اللي بتصير، اللي هي عن طريق الـ three mechanisms: counter current multiplier system, counter current exchanger system، بالإضافة لليورين سايكل وتأثير الـ ADH عليهم كلهم. هذا الجدول مثلا بيوضح كيف تكيف بالـ different animals، كيف مثلا بالـ human الـ ability maximum ability to concentrate urine ما كتير عالي، حوالي 1400، أما مثلا بالـ mouse في 10000، كتير كتير. ليش؟ لأنه هو عايش بالصحراء بيكون، فما متوفر مي كتير، فأجرب بده يعمل تكيف لهالشي بأنه يعمل اليورين يكون الأوزمولاريتي تبعيته جدا عالية ليحافظ على الفلويدز بالبلود ستريم. أول شي نحكي عن الـ Counter Current Multiplier System بالأجزاء المختلفة للنفرون. هذا بيمثل الـ Descending Thin Loop of Henle، وهذا بيمثل الـ Ascending Thick. بالأحياء الـ Ascending Thin بعدين الـ Ascending Thick، بس هو الـ Thick هو اللي بيهمنا. نعرف إنه الطبيعي هو هاد إنه يكون في vertically زيادة بالأوزمولاريتي، بس كيف تكونت هاي الأوزمولاريتي؟ ناخذ من الصفر، نعتبر إنه لسه أول مرة بيمرق يورين بهذا النفرون. بنشوف إنه الأوزمولاريتي بتبدأ 300 بكل شيء، يعني أيزو أوزمولار مثل الدم، مثل ما إجت من البروكسيمال تيوبيولز. بس إحنا نعرف إنه descending thin limb هو completely permeable to water completely impermeable to salt. أما الـ Ascending Thin والـ Ascending Thick فهو العكس، أبداً ما في permeability للوزر وفي permeability للصوت بالمقابل. فشو اللي بصير؟ إنه مرق أول شي ريلاً لأول مرة وأيزو أزمولر ومثل الدم وأموره تمام. هلأ لما يمرق أول مرة هون شو بده يصير؟ في على الـ Ascending Thick Limb بالذات كان high rate of reabsorption لكتير أيونز مثل الكالسيوم، في البومب اللي بتعمل reabsorption للتوب chloride one potassium one sodium. هلأ هاي الفمش اللي بتعمل، يلي بتعمله انه بما انه عم تاخد املاح وما عم تاخد معاها water، فاللي حيصير انه الفلويد يلي بقلب النفرون حيخسر الأوزمولاريتي تبعته، يعني هون خسر 100 من الأوزمولاريتي تبعته من 300 ل 200. بالمقابل الانترستيشيوم زادت الأوزمولاريتي فيه بنفس القدر اللي هو 400. هلأ لما يجي تاني مرة يمرق اليورين بالنفرون نعرف انه هذا الجزء completely permeable to water، يعني الوتر بتحرك فيه حسب الأوزموزس ليحافظ على نفس الأوزمولاريتي تبعية الانترستيشن. فشو حيعمل؟ حيعمل equilibrium جديد يلي هو على 400، بس يلي حيصير انه هو مكمل على thick ascending limb، رح ترجع البومب
خسرها شوية اوزمولاريتي وتكسبها للانترستيشن، فحترفع الانترستيشن اوزمولاريتي لخمسمية. بيرجع كمان تالت مرة هو ونازل بيعمل إيكوليبريوم على 500، وهيك هيك بضل بعيد وبزيد وبعيد وبزيد لحد ما نوصل للماكسيموم كاباسيتي اللي هي حوالي 1200 أو 1400. فهذا هو الكونتر كرنت ملتيبلاير سيستم. أولا الكونتر كرنت لأنه عم يمشي باتجاهين متعاكسين، ولو تخيلنا إنه لو ما كان في اتجاهين متعاكسين، يعني لو كان اللوب هيك شكله لما كان صارت كل هالقصة، لأنه كان الانترستيشن يلي هون ما أثر على هون، بس انه وجوده باتجاهين متعاكسين هو اللي سبب هالشيء. وكمان ملتيبلاير لانه بضخم، يعني اول مره رفع لل 400 بعد ال 500 هيك وصل 1200 اللي هي الماكسيمم كاباسيتي. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه هون، انه بما انه في بلد سبلاي المفروض، فليش ما الكابيلاريز تاخذ الاوزمولاريتي هي العاليه وتعمل لها ايكوليبريوم مثل ما بتعمل مثلا بالبروكسيمال تيوكيول؟ ليش هون ضلت الأوزمولاريتي عم ترتفع عم ترتفع؟ هذا الشيء بدل على إنه في trapping، يعني وقت عم نعمل reabsorption للسولوت عم نعملهم trapping، عم بيضلوا بالانترستيشن ما عم بيروحوا للبلد. وبالفعل هذا هو اللي بصير تقريبا. بالproximal tubules في عنا peritubular capillaries والblood supply لإلهم جدا عالي، بياخدوا الكبير من blood supply للكيدني، وبالتالي بيعملوا pouring removal للسولوت. وبنشوف إنه طول ما الفلويد ماشي بقلب البروكسيمال تيوبولز فبيكون بضل ايزو اوزمولر، بضل الاوزمولاريتي تبعته بتشبه الاوزمولاريتي بالبلازما، وبيسحب سولت قد ما بيسحب ووتر. بس هون اللي بنشوفه انه لا، في عنا شيء اسمه الفازا ريكتا، والفازا ريكتا بتتميز بانه موجودة فقط بالميدلة، ولذلك الميدلة بتكون هايبر اوزمولر، وكمان تتميز بانه البلد سبلاي لها جدا قليل، يعني هي بتشكل فقط 2% of the blood supply to the kidney، ولذلك السلوت بتضل متراكمة بالميدلة وما بيصير له washing، وبتضل الميدلة hyper osmolar. فلو نتخيل البلد هو مالئ بالبازاريكتا، شو حيعمل؟ المفروض طبيعي انه هو ونازل شاف هون osmolarity عالية يضل يسحب السلوت ويعمل secretion للwater، يسحب السلوت ويخسر water لحتى إعادة للosmolarity، فيعمل واشنج للسولوت. يعني لو نتخيل انه البازاريكتا انتهت هون ما في هذا الشيء، فلو هيك جاي رح تعمل واشنج للسولوت وما حيتراكم عنه. بس يلي بصير انه البازاريكتا شكله مثل كاونتر كرنت ملتيبلاير سيستم، نازله وطالعه، فهي وطالعه بترجع كل شيء اخذته السولوت بتخسره، وكل شيء خسرته ووتر بترجع بتمتصه، ولذلك بترجع للاوزمولاريتي الاساسيه تبعيته او اعلى منها بشوي. يعني هي دخلت 300 بتطلع 350، بس انه ما كتير غيرت، ولذلك الاوزمولز اللي موجودين بالانترستيشن صح خسرنا بعضهم، وبعد شوي رح يرجع الاسندينج سيكلين بيعوضهم، بس ما خسرناهم كاملا. يعني هنا ما بيضلوا موجودين، اللي بيصيرهم ريابزوربشن عن طريق السيك اسندينج لينك ما بيضلوا فوريفر هون، لا بيصيرهم اكستشينج، بس على ديجري كتير 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 قليلة مقارنة بال 1200 ملي أوزمول أخذت معها فقط 50 ملي أوزمول، يعني شي لا يذكر. ولذلك بنسميه هذا السيستم كاونتر كرنت، لأنه كمان باتجاهين متعاكسين، ولولا الاتجاهين المتعاكسين مثل ما حكينا لكانوا ضلوا كل الأوزمول هون وراحوا للبين السادس وصاروا واشنج تمام. بس هو كاونتر كرنت باتجاهين مختلفين، اكستشينجر بدل ملتيبلاير، اكستشينجر لأنه بيعمل اكستشينج، يعني اخذ 550 ملي اوزمول بعد شوي حيرجع الاسندينج سيكلم يعوضه، وهكذا بتستمر السايكل. هلا المشكله بالسيستمين الماضيين اللي هنا كاونتر كرنت ملتي بلاير اكستشينج، انه ما فينا نعملهم موديفيكيشن كثير، يعني ما فينا ناثر عليهم بهرمونز او شيء، ولذلك هنا مسلسين يعتبر. هلا بدنا نجي على السيستم الثالث اللي بيكون مختلف في هذا الموضوع، بانه بنقدر نعمله ريجوليشن الى حد ما، ولذلك هو الأهم. هذا السيستم هو اليوريا سايكل. فنشوف النفرون كيف بيتعامل مع اليوريا من بدايته لآخر. أول شيء اليوريا بتكون ماشية بالبروكسيمال تيوبيولز. هلا بس انتهت من البروكسيمال تيوبيولز الأوزمولاريتي تبعيتها سلايتلي بتزيد. ليش؟ لأنه الري أبزوربشن للسولت أند ووتر بيكون 65% تقريبا، أما اليوريا في 50%، يعني بصير لها ري أبزوربشن بس بدجري أقل من الصوديوم والووتر، ولذلك الأوزمولاريتي تبعيتها بتزيد.
يعني بنشوف هون الارتفاع 4.5 ل 15 او لا مو ل 15 ل 7. بعدين هي ونازلة بال distending thin limb يلي هو هون بصير له water reabsorption، اما اليوريا بتضل موجودة، ولذلك بزيد تركيزها اكتر واكتر، لانه احنا بنعرف انه ال descending thin هو permeable to water فقط. هلا تحت هون هي وطالع على ال ascending thin وال ascending thick، هون بيزداد تركيزها كمان. ليش؟ في عنا شيء اسمه اليوريا سايكل، انه اليوريا بتطلع من ال inner medulla هون الموجودة بال collecting duct وبتفوت لهون للمنطقة اللي اسفل شيء بال loop of Henle. وبس تكمل على ال ascending thick وال distal tubules وال collecting tubules وال outer area of collecting duct، فهي المنطقة كلياتها يلي غامقة هون هي completely impermeable to urea، اليوريا فيها ما فيها تتحرك. بالمقابل هون عم بصير لي absorption للسولتس مختلفين، وهون حسب كمية ال ADH كمان عم بصير لي absorption للواتر، ممكن يكون ال absorption جدا عالي في حال كان ال ADH عالي. فشو اللي بصير ال urea concentration؟ انه بيرتفع من 15 هون ل 300. ليش؟ بسبب مثل ما حكينا انه هون في water reabsorption وهون complete impermeability to urea وpermeability عالية لبقية الأشياء. فلحد ال outer area of collecting duct ما في permeability لليوريا. هلا بال inner area يعني آخر شي بال renal pyramid عند ال renal papillae، هون بنشوف إنه في permeability لليوريا عالية، بس بتعتمد بشكل أو بآخر على ال ADH. يعني في حال كان ال ADH عالي فهو مو بس بيحفز ال water reabsorption من كل هاي المنطقة، لا كمان بيحفز اليوريا سايكل، وهذا الشيء بيعكس أهمية ال ADH بأنه ال hyper osmolarity لليورين أو اليورين concentration، وبيعكس ليش إنه النضال ال osmolarity لإله عالي. يعني هون كنا نوصل ل osmolarity حوالي 600، بس هون كنا نوصل لل 1200. حكينا إنه بالهوريزونتال بيكون ايدنتيكال، اما بالفيرتيكال فبيختلف. فهذا احد الاسباب ليش هيك، لانه هون كتير اليوريا رح تعمل فرق عالي بالاوزمولاريتي. فهون اليوريا بتصير لها ري ابزوربشن وبتدخل، وبعدين ممكن يصير لها سكريشن مره ثانيه باللوب اوف هنلي وترجع تدور. فهي اسمها ريسايكل، يعني احيانا اليوريا بتدور كذا دوره قبل ما تطلع باليورين. هلا شو اهميه اليوريا سايكل هي بالكونسنتريشن اوف يورين؟ يعني ليش ما نحكي انه بتأثير ال ADH حيصير water reabsorption اكتر، وبالتالي ننتج يورين الاوزمولاريتي لإله تكون عالية، وخلصت القصة بدون ما يأثر ال ADH على اليورين. الحقيقة انه ال diffusion of water بهي المنطقة هو بيعتمد على الاوزمولاريتي، يعني كل ما كانت الاوزمولاريتي هون عالية كل ما قدر يعمل reabsorption للواتر اكتر. ففي حال كان هون الاوزمولاريتي مثلا 600، فقد ما كان في ADH ما حيقدر، اذا كان ال ADH ما اثر على اليوريا سايكل فكانت الاوزمولاريتي هون 600، فقد ما يعني قد ما ارتفع ال ADH عمل ريابزوربشن للوتر، اعلى حد رح يقدر يعمل ريابزوربشن للوتر هو انه يوصل لل 600 نفسه، لانه بده يصير في ايكوليبريم. بس اما لما ال ADH عم بيزيد اليوريا ريسايكلينج، فعم بيزيد الريابزوربشن لليوريا هون بال inner medullary region، وبالتالي عم يقدر يعمل ايكوليبريم على مستوى عالي كتير. وهذا هون بيوضح كيف انه ال ADH له تأثير على الأوزمولاريتي بكل الأماكن بالانترستيشن. يعني هون بيبين كيف انه إذا رفعنا ال ADH فمو بس بال collecting tubules وباليورين النهائي ارتفعت الأوزمولاريتي، لا كمان بال loops of Henle، يعني بالمنطقة اللي بتكون بالقاع اللي هي هاي. ليش السبب؟ انه لما اليوريا ارتفعت هون فكمان هون رح يعمل equilibrium على مستوى عالي، لأنه مثل ما حكينا هون كمان في free water movement according to osmosis، فهون حترتفع وهون حترتفع. فارتفاع الأوزمولاريتي هون بارتفاع ال ADH على هذا ال diagram ما بيدل أبدا على إنه ال ADH له receptors أو بيأثر بشكل مباشر على ال loops of Henle، لا، بس اللي بيدل على إنه بيأثر على ال interstitium بشكل عام، وبالتالي بيزيد ال ability to concentrate urine. هيك بنكون حكينا عن الثري ميكانيزمز يلي بيلعبوا مع بعضهم ليأثروا بالكونسنتريشن والديلوشن لليورين، يلي هنا الكاونتر كرنت مالتيبلاير، كاونتر كرنت اكسشينجر، واليوريا ريسايكل.
مثلا انه يصير يكون عندي ووتر عالي، يعني ووتر انتك كثير عالي، فهون ما حيكون في اي دي اتش، وبالتالي حيكون في ديلوشن لليورين، والاي دي اتش بيقدر ياثر على العوامل الثانيه كلها ذاتها لليوريا سايكل. اما في حال كان عندنا ووتر ديبريزيشن فالعكس صحيح، حيزيد الاي دي اتش وحيزيد الابيليتي تو كونسنتريت يورين. وكمان بدنا نعرف انه كل ما خسرنا نفرونز اكثر كل ما نخسر الابيليتي تو كونسنتريت يورين بحال طبعا الباثولوجيكال كونديشن. فاخر كونسبت هون هو الفري ووتر كليرنس القانون. لا لو بدنا نعرف ان الفوليوم تبع اليورين كله اللي هو الفي بيتكون من الفوليوم للووتر اللي هو الووتر كليرنس والفوليوم للاوزماتيكلي اكتف سبستنسز، فكلاتهم فينا نجمعهم بهي المعادلة اللي بتذكرنا بالكليرنس للإنولين والبيرامينو هيتريك أسيد على نفس النمط كلها لازم بيمشوا. فإذا بدنا ناخذ ووتر كليرنس بناخذ V ماينس الكليرنس للأوزماتيكلي أكتف ماتيريال. هلا بس المعادلة ما أظن مهمة كتير، بس اللي بدنا نعرفه إنه إذا كان اليورين أوزمولاريتي أقل من الأوزمولاريتي تبعيت البلازما فهون عندنا positive water clearance، يعني خسرنا water أكثر من الموجود موجود بال excreted urine في حال كان isoosmolar للبلد. أما إذا كان اليورين osmolarity أعلى من الosmolarity للبلازما فهون بالعكس بيكون في عندنا negative water clearance.